الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف رئيس غرفة صناعة النجف عامر عيسى محمد عن توقف 1000 معمل وتحويلها إلى مخازن بسبب أزمة رفع سعر الدولار الذي أقرته الحكومة السابقة. وقال محمد إن المعامل المسجلة رسميا في النجف هي 3000 معمل، إلا أن نحو 1000 معمل منها توقفت أو تم تحويلها إلى مخازن بسبب الخسائر التي تكبدتها، خاصة بعد ارتفاع أسعار أو سعر الدولار وعدم وجود دعم حكومي أو حماية لمنتجاتها. وأضاف أن أصحاب المعامل لا يستطيعون تطوير عملهم لينافسوا المنتج المستورد، لأن المصارف لا تعطيهم القروض التي يحتاجونها لتطوير معاملهم، وذلك لأنهم لا يمتلكون الأراضي المقامة عليها المعامل. انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية في بغداد بشكل طفيف فيما استقرت في أسواق أربيل. وقال مصدر مالي إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 359,000 دينار، وسعر الشراء 355,000 دينار، فيما كانت أسعار البيع ليوم أمس 360,000 دينار للمثقال الواحد. وأشار المصدر إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا طفيفا أيضا عند 329,000 دينار، وبلغ سعر الشراء 325,000. قال متحدث باسم وزارة المالية السعودية إن الرياض وأنقرة تناقشان إيداع الرياض 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي. وقال مسؤول تركي إن المناقشات مع السعودية وصلت إلى مرحلتها النهائية بشأن اتفاقية مقايضة أو إيداع. وأبرم البنك المركزي التركي صفقات مقايضة بالعملات المحلية مع العديد من نظرائه بقيمة إجمالية بلغت 28 مليار دولار، ووقع صفقة مع الصين ب6 مليارات دولار، ومع قطر بقيمة 15 مليار دولار، ومع الإمارات بنحو 5 مليارات دولار. استقرت أسعار النفط مع انتظار التجار خطة الحد الأقصى لسعر الخام الروسي وتقييم توقعات الطلب في الصين التي ضربها فيروس كورونا. وتداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بارتفاع سنت واحد ليصل إلى 80 دولارا و96 سنتا للبرميل بعد ارتفاعه بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، فيما انخفض خام برنت بنسبة 3 سنتات ليصل إلى 88 دولارا و33 سنتا. وقال عدد من المحللين إن النفط استفاد من الارتفاع الأوسع في الأصول الخطرة، في حين أن نفي أعضاء من أوبك بلس تقارير عن زيادة الإنتاج أعطى بعض الهدوء للأسعار. خسر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك 100 مليار دولار منذ مطلع العام و8 مليارات في 21 من شهر تشرين الثاني الجاري في أشد هبوط لأسهم شركة تسلا خلال عامين. وخسرت شركة تسلا نصف قيمتها السوقية تقريبا، وانخفضت ثروة ماسك 70 مليار دولار منذ أن قدم عرضا لشراء تويتر في شهر نيسان الماضي، ووصلت ثروة ماسك إلى 340 مليار دولار حتى بداية شهر تشرين الأول عام 2021، وهو رقم قياسي مطلق في التاريخ، ولكن بعد ذلك بدأ يخسر أكثر فأكثر. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.